اهلا وسهلا بكم في صبرير. قال لك في المظلة ثم امام خمس حجب عليهم الصلوات الخمسه. اي امام جامع مع الاضراب سكر عليهم الجامع، ما صبروش الشهرين سكر عليهم بيت ربي، سكر الجامع وقيم فيها الاذان واحد وين. قال لهم الصلاه هذه انسوا الصلاه ما عادش. العباد مشات هكا للجامع باش تصلي، قال الجامع از كلوزد يا ودي، حل راي بيت ربي وربي قال لهم لا حل لها، اللي يحب يصلي يصلي في دار. يا شيخ قالوا له انت راي الصلاه في الجامع ثوابها اضعاف الصلاه في الدار، علاش تحرم فينا؟ افكتيفمون قال لهم انا دخل فيكم للجنه وانتم قلبيني في الشريعه، تبوا تدخلوا الجنه بلاش يا قلابه يا سيدي بالحرام. الى عاد دخل حد للجنه لا ما تخلصوني هاي، حتى الجنه از كلوزد اي وهاي المفتح عندي خويا. سكر عليهم باب الجامع بالبلج وقال لهم اللي يحط ساقه في الجامع نقص سالوين. قال لك يجري وراهم بحجره التيمم باش يدمغهم الراجل، خلصوني قال. حتى الصباح اللي في الجامع قال لهم لا ما ننصب بهم في السوق نبيعهم من غاديك. لا كفروه الراجل، كفروه تباهي برشا كيما باع لهمش الثريات والزرابي هو. الراجل مش خالص. بدا قال لك بدا بسياسه الحجب وقال لهم كما يصبوش ساتخذ اجراءات اكثر صرامه. يظل يمشي يبيع الجامع ستر ربي. اما ريتو ما ريتو، هل رايتم ريتو كي قلت لكم حكايه الحجب هذه مش باش تقف؟ ها جماعه التعليم حجبوا الاعداد، جماعه النقل تو يحجبوا الكياس، جماعه الصونات تو يحجبوا الماء، هاو تو امام قرف حجب الصلوات الخمس. يعني قرف المفتي يحجب علينا الاسلام جمله. دي ماله دي ما كيك وقت تحلات هذا ولا حبل على الجرار اخوي. اما ليه شوفوا شوفوا الغريبه بربي، يعني الدوله حتى امام جامع وقلبوه. اي امام عندهم شي كفروا امام ما خلصوهوش قداش من شهر. وانا نقول شنو هي دعوه الشر اللي تجري ورانا؟ هو طلع ثم امام جامع عنده قداش من شهر كل ليله يطحينا ليلي ما ينام لي. والعباد تهدي فيه الراجل هكا يا ودي صلي على النبي هكا ويصبوا عليه في العطر شيء ويقروا عليه في القران. يا امام قالوا له يا امام هات نغزروا لقدام يا ولدي ما يجيش راه تسكر بيت ربي. قال بيت ربي تقلبوني فيه. ودي قالوا اخي قالوا له يا اخي تخدم ربي بالفلوس؟ علاه؟ قال لهم يا اخي وزير الشؤون الدينيه يخدم بلاش؟ جاتك كان عليانا الزوالي؟ قال لهم عند الكفار قال لهم عمركم شريتوا ربي متاع يهود مش خالص ولا باباس قالبينه في شهريته؟ جيتوا كان على المسلمين يا كفار؟ والله لا ما نحلها جامع الا ما يصبوا. قال لهم والله وين هو كي كان قعدت نهارتها الناس كل ما صليتش خويا بل جلهم الجامع وروح. حتى اللي يجي يدق عليه يقول يا شيخ حل راهو اذن ما ثماش، يقول لهم اليوم الصلوات برا الكنيسه. اسمع وصلت لمواصلها الحكايه، لا وصلت لاعلى هرم السلطه. ما رئيس الجمهوريه عيط لوزير الشؤون الدينيه البارح لقصري. قال الوزير تو انا النقابه نحصر فيها في المؤسسات العموميه تخرج لي من الجامع؟ معقول؟ قالوا امام يقرف يا سيدي الرئيس. قالوا له راه الراجل مش خالص يا دي. قالوا له يا دي قالوا الامام ما اخي ما يخلص الثواب الامام اخي، حاب يخلص الثواب ما عند ربي شهري ما عند الدوله؟ علاه اخويا يخدم يخلص مرتين؟ والله قالوا جاب ربي الكعبه ما جاتش في تونس ولا ردوها خاص تبار دوي كل جمع وحزب عامل فيها اعتصام. حتى الامام كلموه صحابه نبوه اجري قالوا له يا الامام راهي لحمته. قيس سعيد احكي عليك مع وزير الشؤون الدينيه يظهر لي باش يجبدوك في قضيه انستالينغ. ودي الحكايه مادام وصلت رئيس الجمهوريه راه ثم احتمال تتعدي لك تامر على امن الدوله، باي يرد بالك. ولا صلى الامام ركعتين وحل الباب على فردتين وقال مسامحوني يا مسلمين فداكم الشهريه وانا وصغاري مش متعشين. مادام الهدره كبرت ووصلت المسؤولين يجيش الواحد يربح يخسر من الشرتين. وين الجامع قدامكم محلول؟ غيروا ادخلوا توما للجنه ونهاني قاعد نستنى ثمشي ما يصبوا لي الشهريه ولا يدكوا لي قضيه في هالقايله الحنانيه وانا هاني صابر وبرا.